سيدي السلام عليكم. على كلمة الحق ما نقول غير الحق. أنا كنمشي في كرموس وعندي أربعة الوليدات، عندي أربعة الوليدات وجاي مع ثلاثة الليل. عندي طنوبيل صغيرة، عندي طنوبيل صغيرة اللي هي إسبريس داخل هادي مع شحال من عام، وأنا كنمشي في كرموس والقبيلة كاملة كتعرف كنمشي في كرموس. وداخل مع ثلاثة الليل كثرت عليا السلعة، وديت الطنوبيل ديال ولد عمي داخل مع ثلاثة الليل في المدينة، وهما عندهم شي مشاكل هاد الانتخابات اسيدي. ومن تما طالع هنايا في هاد البلاصه اللي هي كتشوفوا فيها هي، واحد الساعه كنشوف تراكتور طاف في الضو، هواد كيجي ليا ديريكت. بغيت نهرب براسي كيدخل فيا وكيولي كينزلوا ليا بالسيوفه وكيقرقوا فيا في الشانطي. وهربت ها انتم كما كتشوفوا، السيوفه ضربوني ولا هربوني غير جليا هربت. والسلعه ديالي ضاعت لي الكرموس مع شحال هادي عام، والقبيله كلها كتعرف فين كنمشي في كرموس، وراهم ضيعوني. كنشكي بهم الله، كنشكي بهم الله. فاش تعرضوا شحال ديال الناس خرجوا لكم؟ كاينين اسيدي جوج في التراكتور وجوج واقفين بالطوموبيل اللي هي كونغو، جوج في التراكتور اللي دخلوا لي، اللي دخلوا فيا بالتراكتور وعاودوا لي بالسيوفه. انا غير الطوموبيل هذه ديال ولد عمي كثرت عليا السلعه. عندي طوموبيل صغير اللي هي اسبريس، وكمي كثرت عليا السلعه دخل الطوموبيل ديالو، عنده مشاكل ديال الانتخابات وكيتعرضوا لي في الليل مع ثلاثه الليل وكيدخلوا فيا. انتم كتشوفوا حتى السلعه ديالي ضاعت، كل شيء ضاع. قالوا لي اللي ما بغيناكش انت، بغينا اللي عندنا معاه المشكل، اللي مرشح ضدنا هو اللي عندنا به الغرض، انت ما عندنا بك غرض. ولكن هانتوما كتشوفوها ضربوني تنايا وضيعوني في السلعه ديالي والطوموبيل ديال مولاها، كندعيهم الله والله لا سمحت له. الطوموبيل اللي كانوا بها واش كتعرفها؟ كنعرفها. نتاع من هاد؟ ديالهم كونغو، مدوزين الحبس. مدوزين. فايش مدوزين؟ مقاتلين الروح هما، ياتلي اربعه الناس مقاتلين الروح، مفايتين مدوزين الحبس هما، هما طاغيين عندنا في هاد القبيله هادي. تغيين فوق فيكيد. دير شهادة سيدي، دير شهادة طبية وداروا لي 28 يوم، 28 يوم داروا لي فيها ديال الشهادة الطبية. قدمتيها للجندار؟ قدمناها للجندار. سمية ديالي العمارتي فؤاد. هادي واحد العصابة هنايا طاغية كتعرض للناس، تلاقاو لي بتراكتور، خرجوا لي على الطوموبيل ديالي، ركبوا عليها، طردقوها، حتى كاين كبايتين كيشربوا الشراب بالسيوفة. هانتا كتشوف الطوموبيل كي دايره، تقبوا لي الروايد بربعه، ضربوا لي الدري ولد عمي، الطوموبيل ديالي يلا خاب واخدها جديده، هما خرجوا عليها. هانتا كتشوف عصابه اجراميه فايتين مدوزين الحبس قاتلين حد الروح، تعداو لي على الطوموبيل. هانتا كتشوف الحاله كي دايره، هاد الناس طاغيين ما كيخافوا لا من الله لا من العبد. هاد الناس فادوا الرشام ديالهم، هاد الناس طغاو. كيقول لك ما كاينش شي واحد كيبيعوا الحشيش، كيبيع الكيف في قهوه، كيديروا كل شيء. هاد السيد تاغي كيقول لك ما كاينش اللي يتحداه. شنو المشكل اخويا؟ اخويا قال المشكل ديال الانتخابات، قال لك انا حيت لهم الناس، سقطت لهم الناس في الانتخابات. كابي بسيفتي انا شكون اللي نسقط الناس من الانتخابات؟ اذا انت مرشح وادي انا بغيت نترشح الصراعات السياسيه الانتخابات. هاد السيد محرشين ناس اخرى مدعمينه بانه هو باش يتعرض للناس يقتلهم ويدير الاجرام، ومعاه مافيا كبيره. البارح فاش وقعت الحادثه اتصلتي واش حضرتي في الوقت اللي وقعت انا اللي مشيت جد الجندارم. انا اللي مشيت الدري غادي مسافر، عيط لي قال لي راه متكرفصوا عليا، جاي انا والدري ولد عمي حبسنا باش نشوفوا الطوموبيل. عصابه اكثر من 30 ناس كضرب علينا بالحجر من هنا، راه ضاربين لنا المرسيدس الاخرى بالحجر، ضاربينها لنا بالحجر. نزلت باش ندي على اساس السوارت والورق من الطوموبيل، بقاو كيضربوا علينا في الحجر، سمحنا فيهم وزدنا. جينا لقينا الفلوس مشات، الوراق، الكارنيت الشاك، كل شيء في الطوموبيل داوه لنا. تعداو لنا على الطوموبيل، تعداو على الدري، ضربوه بالسيوفه. ها انت كتشوف الحاله ديال الروايد، الطوموبيل كي دايره، تاقبينهم بربعه، ركبوا بتراكتور عليها، تتهرش لهم تراكتور، كما كانش تهرش لهم تراكتور، هما محيدين له حتى البلايك باش يهربوا. هاد الناس طاغيين، الله ياخذ فيهم الحق. وحنا اتجهنا للقانون اللي ياخذ لنا حقنا. كنوجه رساله ديالي الشكر للدرك الملكي اللي قاموا بالدور ديالهم، اتصلت لهم في ذاك الوقت وناضوا استقبلونا وجاو معنا وداروا المعاينه ديالهم، وعاد مشاو بحالهم في ثلاثه الليل
كنوجه نداء للنيابه العامه تاخذ لنا حقنا والجلاله الملك والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا. وكنوجه رساله للحق والسيد السلطه المحليه كلها اللي كتقوم بالاجراءات ديالها وشكرا.